السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الوجهة ديالنا هي بحيرة أدل مزيزة. دابا غنشدو الطريق، يلا تكتشفوا معنا هذه المنطقة الجميلة. بحيرة أجلما مزيزة منطقة سياحية جميلة جدا ووجهة سياحية مفضلة عند العديد من السياح المغاربة والأجانب، وتتموقع بين أحضان الأطلس المتوسط وتوفر جميع احتياجات الزوار مثل المقاهي والمطاعم، وتفصلها حوالي 30 كيلومتر عن مدينة خنيفرة. وتتميز هذه المنطقة بمزيج بين الماء والغابة، وتكسو جبالها أشجار الأرز العملاقة، وهذا الشيء خلاها تكون واحدة من أجمل المناطق السياحية في البلاد.
والان بعد ما اكتشفنا المنطقه وشفنا جمال الطبيعه ديالها غنريحوا عند امي فاطمه نتغداو. وبالنسبة للأكل الإخوان هادشي تبارك الله عدو نقي وزوين وأثمنة مناسبة جدا. طاجين باللحم كيدير 70 درهم وطاجين بالدجاج 50 درهم، يعني أثمنة في المتناول. وكنصح الزوار اللي غيزوروا هاد المنطقة يحضر يوسهم من القروضة حيت كيقدر يخونو لك ساك او تليفون او اللي يهرسو لك مرايا ديال الطوموبيل. نتمنى يعجبكم الفيديو وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة.